تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح الأبواب والنوافذ لاستقبال اقتراحاتكم ولاحظاتكم وآرائكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي. فأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة. أنا محدثكم محمود يوسف، وعندنا اليوم في الاستوديو كالعادة الدكتورة ندى الملة. صباح الخير يا محمود، وصباح الخير للمستمعين. فهذا اليوم الجميل هو يوم الخميس، الخميس الونيس، الونيس ها تسمينا. عموما دكتورة، نحن نذكر بأرقام التواصل معنا 600-551-414 ورسائل نصية على 4006. جميل. أيضا دكتورة، نحن كذلك ندعو الجمهور للتواصل معنا، وأيضا نقول لهم يا جماعة الخير لا تنسون موضوع التأمين الصحي، لأن قريبا بيطلع قرار نهائي فيه إن شاء الله قبل انتهاء المدة يعني، فضبطوا أوضاعكم. الرابط www.ishd.ae اسعاد.ae. طيب نروح على التواصل الاجتماعي. نروح على التواصل الاجتماعي. وأسمى، السلام عليكم. صباحك ورد يا أسمى. صباح النور، شخبارك اليوم؟ تمام الحمد لله، شخباركم؟ الحمد لله. شو رسالتك الإيجابية لنا اليوم يا أسماء؟ رسالتنا اليوم لا تجلس ساعات طويلة أثناء وجودك في العمل، تحرك كل ساعة وقم بعمل تمارين إطالة وانت في مكانك. جميل جميل. إنزين شو في اليوم ترندنج في والله حاليا تقول صدق ما أقدر وايد أطول اليوم، حاليا قاعدين نغطي حدث افتتاح مركز سعادة في مستشفى دبي، وأيضا توسعة مركز الكلى. فهاي الأشياء لو يتابعونا على السوشيال ميديا إن شاء الله راح يكون في نقل مباشر لهالأشياء. إنزين، فنعطيهم أسماء أكاونتات هيئة الصحة في السوشيال ميديا بما أن ذكرتيها. DHA_Dubai على على تويتر، إنستغرام، فيسبوك، كل مكان. أوكي ممتاز يا أسماء. مشكورة، الله يحفظك. شكرا لك ويومك سعيد. وخميس تشونيس. خميس تشونيس. هيا تقدرين تقولين 10 مرات ورا بعض دكتورة. عموما بخبرك الحين أنت شو مع المخالفات رادارات وكذا؟ صراحة محمود يعني عشان بس أنا أعطي مثال جيد يعني أنا قبل كان عندي مخالفات حجز، وصل الحجز يعني حجزت مركبتي أكثر عن مرة مبارك. بس يعني مثل ما يقولون وصل مرحلة الحجز المركبة ودفعت مبلغ وقدره في عشان أفك سيارتي من الحجز، تعلم درس، والحين الحمد لله ما علي ولا مخالفة لا رادار لا RTA ولا مخالفة، سجلي نظيف وأبيض الحمد لله. زي الحين نحن نتكلم عن الرادار، لكن نتكلم عن رادار مختلف دكتورة. في علماء من فنلندا صمموا رادار محمول للمصابين بكف البصر، حيث صمم مختصون من مركز VTT الفنلندي للبحوث العلمية والتقنية رادارا محمولا على الصدر للمصابين بكف البصر، من شأنه تنبيههم إلى وجود عوائق في طريقهم. وقد يصبح هذا الرادار المحمول الذي يعمل على مدى قريب أفضل مساعد للأشخاص المصابين بضعف البصر أيضا، وسمي هذا الجهاز أحيانا هذا اسمه شو قاعد أقرأ جايدنس. أوكي. وهو رادار محمول على صدر صاحبه وينبهه إلى وجود عوائق محتملة عن طريق الاهتزاز والإنذار الصوتي، يعني هو مثل السنسر مال السيارة مال نيسان. وقد أظهرت تجارب أولية للجهاز فعاليته العالية، حيث أبلغ 92% من الذين تم إشراكهم في التجارب المذكورة أن هذا الجهاز ساعدهم على التوجه بصورة أفضل في الوسط المحيط.
فكرة بسيطة جميلة ولكن دكتورة يعني تحقق الفائدة. هاي هذه تعتبر يعني من الأفكار الرائدة محمود، يعني الناس الحرمة من نعمة البصر الحين على شو يعتمدون عشان يعني لما يمشوا على العصا أو تكرم إذا كان عندهم كلاب، ولكن وجود مثل هذا الجهاز ومثل ما قال ركب على صدر المريض بالتالي إنه يحميه حتى ممكن يقض حياته، يعني إذا في حفر قدامهم في سيائر في حصوات فهذا وايد يساعد، فهذا ابتكار رائد. أنا عندي واحد من ربعي يعني الله يذكره بالخير يعني ما يشوف دكتورة زين، لكن أنا أشك إنه يشوف. الكل يشك إن العميان يشوفون لأن عندهم بصيرة قوية ما شاء الله عليهم، عندهم بصيرة رائعة يعني يعرف إذا أنا طايف من حذاله محمود نعم يزقرني على طول. انت تشوف تقص علينا انت اقول ترى هم سبحان الله يقول لك لما رب العالمين ياخذ عنك نعمه واحده يقوي الحواس الاخرى فيستوي الدمج ما بين السمع والشم. مبدعين ما شاء الله عليهم، وايضا حتى عبر التاريخ الانساني، انا ما بقول التاريخ العربي او الاسلامي، الانساني بشكل عام معظم المبدعين يعني او ما بقول معظم عشان ما ابالغ، لكن هناك الكثير من المبدعين الذين لم يبصروا. صحيح صحيح. طيب اليوم دكتورة ندى شو بتقول؟ اليوم هي فقرة ما بتكون يعني بعيد عن النواحي الطبية، بما أن أمس كان عندنا حفلة بكم نفتخر وقلنا عنها، وبس أنا حاب أتكلم عن موضوع مهم. هالموضوع نابع مو بس من عملي كطبيبة، بس لأن عندي أيضا دور إداري في عيادتي، يعني وايد ناس تعرف أن أنا مدير شؤون طبية في البرشة، فعندي دور إداري بالإضافة لدوري كطبيبة. في نقطة جدا مهمة اللي هو لما موظف يقول لك أنت كيف ما رشحتني أو كيف ما قلت أنا موظف متميز. من خبرتي المتواضعة في مجالي الإشرافي اكتشفت أنه كثير موظفين يفكر أن التميز أنا آي الصبح أختم وأطلع من الدوام آخر الدوام ألتزم بالدوام من آخر الدوام أختم، الحين عاد أبصم الحين بصمة ما فيها ختم، ومعلاقتي زينة مع الجمع. الحين هذه ما تأثر على الصحة دكتورة؟ فيها نقل لل فيها نقل أيوة الجراثيم أي زين بس إذا حاطة معقم وهذا تعقمين عقب قبله بعد لازم. فيقول لك أنا أيد الصبح وأروح آخر الدوام والتزم بدوامي وعلاقتي زينة بالمتعاملين وبزملائي وما علي شكاية، معنى أنا موظف متميز. هذا مو معنى التميز. أنا دائما يعني موظفين لما يقولوني أنت ليش ما ترشحين التميز، أقول يا جماعة مفهوم التميز مفهوم مختلف. لما أنا أيد دوامي وأقعد في ساعات دوامي أقوم بالوظيفة اللي أنا مفروض أسويها هذا لا يعتبر تميز، ها واجب واجبي وظيفتي. فبس حابة أقول نقطة مهمة في عشان واحد يكون متميز يروح المبادرة محمود. أنا لاحظت كثير موظفين ما عندهم روح المبادرة، بيقولك كيف تبين تكون مبادر؟ يعني أنا لو عندي الحين 10 موظفين، عندك 10 موظفين كأنت مسؤول في الدوام يا محمود، هالعشر موظفين قلت لهم يا جماعة تعالوا أنا عندي مشروع، عندي شغلة أبغى تسوون لي إياها، كم واحد منهم بيرفع إيده بيقول أنا بأخذ أنا بسوي لك؟ كم واحد من العشرة بيقول لك أنا بسوي الشغل حق كلهم؟ والله موظفينك والله ممتازين محمود، كلهم رشحون التميز الله يخلي. والله يا ليت. أنا المشكلة بقول لك الحين بعد يومنا بعد الفاصل من الصديف معانا إن شاء الله الأستاذ أمن السويدي مدير إدارة موارد بشرية، ما نتكلم عن وايد تفاصيل خاصة بالتحفيز والتميز يعني إيجاد بيئة عمل تحفز على صحيح. الإنجاز وتحفز على يعني بيئة عمل إيجابية. جميل. الإيجابية هي التي تدفع دائما الإنسان إلى التميز. فإذا وايد نقاط ما نطرحها في هذا المجال ما بتكون خاصة أصلا فقط بهيئة الصحة بدبي، نتكلم عنها بشكل عام، لكن بيكون التركيز إن شاء الله على الكثير من المبادرات اللي قدمتها الهيئة في الفترة الأخيرة لموظفينها دكتورة. جميل محمود. فشو نقول؟ فاصل ونرجع نواصل برنامجنا. إذن بعد الفاصل مستمعينا سنتواصل، أرقام التواصل معنا 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية على الرقم 4006. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. مستمعينا في هذه الأثناء يعني يفتتح معالي رئيس مجلس إدارة معالي حميد القطامي في مستشفى دبي يعني مركز السعادة، هذا المركز اللي يقام أو يتواجد في قسم رقم 9 لغسيل الكلى
هنالك الكثير من الخدمات التي تم وضعها في هذا المركز. بنحاول إن شاء الله إذا يعني تواجد أحد الزملاء هنالك ممكن نتواصل معه ويعطينا فكرة أكثر عن المركز، عن حجمه، عن الإمكانيات اللي تتواجد في هذا المركز. ولكن يعني بدأت سياسة جديدة في هيئة الصحة بالتركيز على بعض الخدمات التي تساهم في إسعاد البشر أو إسعاد الموظفين أو إسعاد العملاء أو إسعاد المجتمع بشكل أو بآخر. لأن رسالتنا شو تقول دكتورة؟ رسالة هيئة الصحة تقول نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. زين جربي من بايك عشان سمعت زين. طيب دكتورة ندى، نحن كنا نتكلم قبل الفاصل عن بعض الأمور اللي تتعلق بالجوانب الإيجابية والتحفيز لدى الموظفين، وهذه مسألة ضرورية بالنسبة لصحة الإنسان كذلك. إذا هو مرتاح في عمله فصحته بتكون زينة، صح ولا أكيد. إذا مو مرتاح في شغله ارتفاع ضغطه ولا سكر لازم، لا من يعني من الاسترس اللي يكون زين. عموما نحن البارحة كانت هنالك مبادرة جميلة في هيئة الصحة بدبي، المبادرة اسمها بكم نفتخر، أطلقتها إدارة الموارد البشرية، وتم من خلالها يعني تكريم نخبة من الموظفين. كان عرس في هيئة الصحة بالنسبة لهذه الفعالية. ما تعرف على تفاصيل هذه الفعالية مع ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة آمنة السويدي، مدير إدارة الموارد البشرية في هيئة الصحة بدبي. حياك الله معانا اختي آمنة. مرحبتي، هلا هلا. صباحك الله بالخير. صباح الخير ونور. هلا دكتورة، اهلين فيك. انزين اخت آمنة، طبعا مثل ما قال اخوي محمود ان امس كان مثل عرس لهيئة الصحة، تكرم في عدد كبير من الموظفين عندنا، وهي المبادرة نفسها كلنا نفتخر بكم نفتخر. طبعا هي مبادرة جميلة جدا جدا، تدل ان هيئة الصحة تقدر الموظفين اللي هم موجودين. هو عبارة عن لفتة شكر ممكن نقول الموظفين. فلو ممكن تقولي لنا أستاذة آمنة في البداية عن فكرة المبادرة، كيف اخترتوا عنوانها بكم نفتخر؟ والعنوان جميل ترى جدا. بداية أشكركم على ضيافتي اليوم في الاستوديو معاكم، بعد مباركة سمو الشيخ راشد حمدان بن راشد رئيس الهيئة، تمت الموافقة على اعتماد البرنامج ودعم معاليه لتكريم وتحفيز الموظفين المتميزين في هيئة الصحة. يمكن الاسم صراحة اللي مختار لنا معالي حب بكم نفتخر، احنا يمكن اعطينا بعض الخيارات، هو اختار بكم نفتخر. جميل. معالي طبعا دائما داعم للموظفين، لو تلاحظون انتم كل الفعاليات مالنا والمبادرات دائما يعني يعقب كل مبادرة وكل فعالية شكر ودعم وتقدير من عنده. صح. فحبينا نتوج هاي الجهود كلها تحت مظلة واحدة، تحفز الموظفين على وتشجعهم على تقديم أعمالهم المتميزة. بكم نفتخر طبعا مثل ما قلنا البارحة معاكم في البرنامج عبارة عن عدد من الفئات اللي هي 6 فئات رئيسية للبرنامج. بعض الفئات هاي تطلب ترشيح، منها التميز الوظيفي والإداري. التميز الوظيفي والإداري تحت 3 فئات فرعية، فيها فئة الأوسمة طبعا احنا صنفناها بحسب الوظائف عندنا في هيئة الصحة بما يتناسب معنا، 13 وسام فيها، وعندنا الفرق العمل، وعندنا الإدارة المتميزة، عندنا بعد جائزة الخدمة الطويلة، وعندنا البحوث والاقتراحات، عندنا بعد جوائز التحصيل العلمي والاعتمادات الدولية. جميل. أنا بخليك تكملي بس تسمحي لي أخذ هذه المداخلة. منو معانا المداخلة؟ عفوا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف عليك الله يسلمك أخوي أمجد. أنا حبيت أشارك بس في نقطة شوية كده إيجابية عن فاقدي البصر، عن تجربة مرت بأختي يعني شقيقتي. الله يعطيك العافية. يعني الموضوع من 14 سنة أو 13 سنة هي بتدرس طب، وفي السنة الأخيرة يعني الحمد لله رب العالمين نتيجة لخطأ طبي ففقدت بصرها، فالحمد لله رب العالمين فقدت كل أجزاء جسمها يعني ذيها ورجليها وحتى بصرها. الحمد لله شوي شوي تدرجت في العلاج، وبعزيمة منها يعني صبرها رجعت واصلت دراستها وهي فاقدة البصر،
والحمد لله رب العالمين، وعملت ماجستير الحمد لله رب العالمين، والآن بتحدث الدكتوراه، والآن هي بتدرس في الجامعة من الجامعات الكبيرة يعني في السودان، جامعة الأحفاء للعلوم الطبية. الحمد لله رب العالمين. وكمان أسست جمعية لفاقدي البصر من حيث أنه تأهلهم نفسيا وكذا. فأنا ليه بقول التجربة دي على أساس أنه هم شريحة مهمة جدا يعني في المجتمع. فنعم أغلبية الدول ممكن لعدم الإمكانيات الكبيرة أو الإمكانيات المحدودة ممكن ما تعطيهم جوانب أو ما تعطيهم يعني حقوق كاملة. فتبقى الدولة يعني دولة الإمارات العربية الحمد لله رب العالمين، فهم مراعياهم من كل الجوانب، سواء كان في التعليم، سواء كان حتى في الوظائف عندهم أماكن مخصصة أو يعني درجات وظيفية في كل المجالات. فيعني الحمد لله رب العالمين التجربة مرت بها وعدت بها، وهي لغاية الآن هي فاقدة البصر، لكن يعني سبحان الله إذا شخص تعامل معها ما بيحس إنه بيتعامل مع شخص ناقص منه شيء، بل بيزيد يعني إيمان درجة زيادة يعني لو يتعامل معها. فالحمد لله رب العالمين ما وقفها، ما عطلها نهائي، وهي بنت يعني دائما الرجل ما زي البنت لما يمر بشدائد أو مصاعب. فالحمد لله رب العالمين. أنا حبيت أنقول التجربة دي على أساس إنه لو أي حد بيسمعنا يعني تكون له تجربة إيجابية وما توقفوا اللعاقة في أي هدف هو في حياته. صحيح. جزاك الله خير يا أمجد على هذه الرسالة الإيجابية، ونحن نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق دائم. شكرا لك. وبالفعل يعني نحن مثل هذه الرسائل الإيجابية الصراحة أنا اللي أستمتع فيها دائما، وأخلي المستمع على راحته يتكلم حتى لو كان خارج موضوع حلقتنا دكتورة، لأن بغض النظر عن أي شيء مثل هذه الرسائل الإيجابية هو الروح الإيجابية اللي نحن نحتاجها دائما تكون موجودة حوالينا، في سواء في الشغل، في البيت، في ويعيالنا طالعين رادين، هذا اللي نحتاجه دائما. جميل. صح. نرجع حق موضوعنا. جائزة بكم نفتخر. هذه الجائزة اللي كرم فيها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي، نخبة من الموظفين المتميزين والمبدعين، إلى جانب مثل ما ذكرتي اختيامنا يعني مجموعة أمضوا سنوات طويلة في خدمة الهيئة، هيئة الصحة في دبي، وكانت يعني رعاية وحضور سمو الشيخ حمدان بن راشد يعني أعطت الرونق الكبير لهذا الحفل الضخم حقيقة، كان حفل جميل جدا. كم عدد الأشخاص اللي تكرموا تقريبا في هذا الحفل؟ المكرمين حوالي 586. ما شاء الله 586. عدد كبير صراحة. صحيح. الفئات كبيرة، ويمكن كانوا الموظفين اللي هم للخدمة الطويلة اللي كملوا 30 سنة في الهيئة حوالي 372 موظف، هم الشريحة الكبرى. ما شاء الله تبارك. احنا طبعا تقدير منا في كم سنة كملوا تقريبا؟ قلت لي مرة 30 فما زاد. ما شاء الله. في حد منهم كمل 30 وفي حد يعني يكون هالعدد الكبير كمل 30 سنة، فهذا يدل انه كيف مكان العمل اللي هم يشتغلون فيه حاليا هيئة الصحة، يعني مكان جميل العمل. أنت كم باقي لك على 30 دكتورة؟ 25. بعدها صغيرة يا محمود. نسولف وياها. طيب نتكلم عن اختيار المبادرة، قلت إن معالي هو اللي اختار هذه المبادرة. صراحة الاسم من عنده، يعني اختياره هو الشخصي للموضوع. الفئات والمعايير تمت موائمتها مع مصفوفة الجيل الرابع للتميز لبرنامج دبي الأداء الحكومي المتميز. فاللي دخلوا يعني المشاركة يمكن زملائكم في العمل تقدرون تسألونهم. المعايير نفسها اللي هي تعتمد على الأداء والنتاج. يمكن حبيت مداخلة الدكتورة ندى في قبل شوية تقول الموظف متميز من غير المتميز، هذا وجهناها في المرشحين للبرنامج. بالعكس أنا أحيي الكلام اللي قلتيه وأثني عليه وأزيد عليه، أن الواحد الموظف دائما يكون مبادر، لأنه معيار كامل للمبادرة والابتكار فيها، وفيها معايير فرعية بعد يقيس على ضوءها هذا الابتكار. عندنا معيار للتعلم المستمر، لأنه لازم الموظف عشان يحسن من أدائه، يحسن من إنجازه، لازم يسعى للتدريب، للتأهيل، للتعلم، سواء يعني تعليم أكاديمي أو غيره.
وعندنا الأداء والإنجاز. الأداء والإنجاز بعد إذا أدى مهامه العادية اللي مطلوبة منه، دخل الصبح طلع الظهر آخر الدوام خلص اللي عليه، ترى هو موظف يعني أدى ما عليه من مهام اللي هو يدفع مقابله راتب شهري. صحيح. أما ما زاد عن ذلك يعني مثل ما قالت لك، إذا عندك أنت مشروع وقلت حق موظفينك ما شاء الله، يعني طبعا أنتوا الفريق الإعلامي متميز دائما، فقلت كلهم بيشتغلون، بس يعني مش الموازنة مش ما بين الموظفين وهذه غيرهم، لازم روح المبادرة بعد تكون في الموظفين، يشتغلون مشاريع زيادة، يشتغلون أهداف زيادة عن أهدافهم، أو بنمط أسرع عن قرنائهم في العمل. صحيح. جميل. صحيح. طيب نحن بنستكمل الحوار معك أستاذة آمنة، لكن يعني عندنا فاصل قصير دكتورة، وبعد الفاصل بنرجع إن شاء الله، لكن نذكر بأرقام التواصل قبل الفاصل. 6005514114 للمكالمات والرسائل 4006، ونطلع الفاصل. صحة وسعادة. ورجعنا لكم من بعد الفاصل عشان نكمل مع الأستاذة آمنة سويدي بخصوص مبادرة بكم نفتخر. إنزين أستاذة آمنة، إحنا قبل الفاصل قلتينا عن سبب الاختيار المبادرة والاسم، شو الهدف يعني أنتوا لما قررتوا تسوون مثل هالمبادرة؟ طبعا كان في أهداف تطمحون توصولها من خلال هالمبادرة، فممكن تكلمينا باختصار عن هالأهداف؟ إحنا يمكن تكريم وتحفيز الموظفين على المبادرة والتميز كان أهم الأهداف، زراعة بيئة للتميز الوظيفي في الهيئة كانت من أهم الأهداف لهذه المبادرة، يمكن تجميع جميع المبادرات الخاصة بالتكريم والتحفيز، ما كانت تحت مظلة واحدة، ما كان واضح لها برنامج متكامل من كل المعايير وكل الأبعاد لها، على أساس الموظف يكون فاهم من أنا إذا بتقدر أو بتكرم وفق يعني معايير معينة. جميل. وطبعا الموظف لما يكون في مثل يقول برواز محدد للتكريم يساعد انه يقدم افضل. وفي عندنا اظن محمود مداخله من الدكتور احمد بن كلبان. تفضل دكتور، صباحك الله بالخير. صباح الخير، حياكم الله، يا مرحبا. يا هلا يا دكتور. يا محمود، اليوم نحن نتكلم عن بكم نفتخر، العرس اللي كان البارحه اللي يعني كانت كان بحضور سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد رئيس الهيئه، وكانت يعني انطباعات كبيرة عند الموظفين بخصوص هذا هذا التكريم حقيقة. فهني دكتور نحن ما أدري شو ممكن تقول عن هذه المبادرة. جزاكم الله خير. يعني بالنسبة للمبادرة الحمد لله تشرفنا بحضور سمو الشيخ حمدان راشد المكتوم رئيس الهيئة وتكريمه ل موظفين الهيئة، مبادراتها والتميز الوظيفي والإداري والناس اللي حصلوا على شهادات عليا والأبحاث وغيرها أيضا من مبادرات والاعتمادية، فما شاء الله كان له وقع يعني جميل جدا من التكريم والتحفيز، وغالبية الناس ما شاء الله حسوا بالفخر، حسوا بالسعادة البارحة يعني، وهذه طاقة إيجابية كبيرة للموظفين في هيئة الصحة. ما شاء الله عليك دكتور. دكتور آمن معك، كان عندكم نصيب الأسد ما شاء الله عليكم البارحة من الإنجازات، قطاع المستشفيات، مستشفى دبي، مستشفى راشد، صحيح مستشفى لطيفة، وغير بعد المراكز التخصصية، ما شاء الله عليكم يعني مبروكين. هم أصلا قطاع الأسد أصلا في الهيئة. لا طبعا بعد قطاع الرعاية الصحية بعد كان له نصيب من التكريم، بس يعني ما شاء الله عليهم يعني متميزين. صحيح. دائما صحيح. لا والله نشكركم على الدعم ونشكركم على هذا التنظيم المتميز، وإن شاء الله كل سنة يكون الهيئة إنجازات ومبادرات كبيرة إن شاء الله تسعد وتساهم في سعادة الموظفين إن شاء الله، ما قصرتوا. شكرا لك دكتور أحمد بن كلبان مدير التنفيذ لقطاع المستشفيات على هذه المداخلة. طيب حياك جزاك الله خير يا دكتور. كنت تتكلمين عن شو دكتورة نسيت؟ تكلمنا عن أهداف المبادرة قبل ما يكون عندنا مداخلة. أستاذ آمنة طبعا غير بكم نفتخر أكيد في مبادرات ثانية لإسعاد الموظفين موجودة ضمن مخطط الموارد البشرية، فشو مبادرات ثانية لإسعاد الموظفين؟ قبل ما نطلع من هالنقطة أنا حابة يعني أكرم على الهواء الأخ محمود
على جهود الفريق الإعلامي الدائم معنا، ما شاء الله عليهم دائما سباقين، ويمكن في أمور إحنا ننساها بس هم دائما يعني يخلونا هاد يعني سباقين في الإعلان عن المبادرات. وسامحنا محمود بعد هذه مبادرة بسيطة من إدارة الموارد البشرية، فاوتشر عشاء الشخصين شخصين حق الفريق كامل. هذه لانها لك كشخص، وان شاء الله بيكون بعد تكريم خاص لي. مشكوره ما قصرت، احرجتيني الصراحه. ما اتوقع محمود الامانه، ما اتوقع ولا انا توقعت، يعني كان مفاجاه لي علينا. يعني نتكلم عن بكم نفتخر، فيعني طبعا تكريم وتحفيز. جزاك الله خير، مشكوره. طيب في عندنا مداخله شباب، ناخذ مداخل بعد الظهر. اليوم عندنا مداخلات كثيرة على موضوع بكم نفتخر. وفاء عايش دكتورة، كيف حالك؟ مرحبا. هلا دكتورة وفاء، نور الاستوديو، نور والمكالمة بس والله. كيف الله يخليكم، الله يخليكم. يا عارفة المستمعين الاستوديو في وايد ليتات، فمنور ما عليك دكتورة. لا لا محمود ما تحكيت، انا ما تحكيت. حر دكتور. الله يخليك استاذة وفاء. قولي لك المنبر كامل، تفضلي. مرحبا وفاء. اول شيء يا مرحبا اختي. طبعا وفاء يعني عضو فاعل في لجنه بكم نفتخر في التقييم المرشحين وتكريمهم. اكيد. هلا حبيبتي. يعني اولا اسمحوا لي اني انا أهني هيئة الصحة بدبي على هالحدث الرائع اللي كان، واللي توج يعني حصاد، خلينا أقول الدراسات والبحوث والشهادات والعمل تبع العديد، وإن شاء الله يا رب الأيام اللي جاي تكون أحلى بجهود الناس الطيبة. أكيد أكيد خالد. أكيد. طبعا كان إلي شرف أني أتكرم بسبب الاقتراحات اللي تقدمت عبر البريد الإلكتروني، عبر قناة عندنا في الاقتراحات بهيئة صحة دبي، وتم تطبيقها والحمد لله طلعت مجدية. جميل. فكان لي الشرف اني انا اكون موجودة. جميل. واشوف انه الاقتراحات اللي انعملت واللي تقدمت لها صدى ولله الحمد، هذا اولا. ثانيا بشرفني كان اني كمان اتكرم مع تطبيق حياتي، التطبيق الرائع اللي انعمل لمرضى السكري مع فريق عمل رائع، سواء لجنة السكري أو فريق الآي تي. بأمانة شغل جميل، بنصح كل الناس عبر منبركم اليوم بإذاعة نور دبي، عبر صحة وسعادة، برنامج رائع، إني أنا أقول للناس أتمنى إنكم تدخلوا على هذا التطبيق اللي انعمل فعلا عشان يحسن حياتكم. صحيح. واللي كان لنا دور بسيط فيه، دوري الأكبر كان للفريق العملي اللي موجود جزاهم الله خير. كمان كم تم تكريمنا مع التكريم اللي كتير يعني حبيته، لأنه كان بالنسبة لي تجربة جديدة اشتغل مع كيف الواحد فعلا بيتعبوا في تقدير المتميزين، وكيف الواحد عشان يكون هو مراقب ويبحث ويحدد من الفائز، مش سهل بصراحة، شيء صحيح. كثير صعب ومجهود فعلا قوي. أشكر فريق بكم نفتخر، شخص رئاسة بالأخت أمنا السويدي، لآخر نفر فيهم كلهم بالنسبة لي، كل الأشخاص اللي موجودين كانوا ضافوا لي أنا شخصيا، تعلمت منهم كثير، لأنه أنا بالنسبة لي كانت تجربة أكثر من رائعة. بشكرهم إنهم سمحوا لي إني أكون معاهم، وتشرفت إني أنا أكون معاهم، وتكرمت بهذا الموضوع، فشكرا لهم وشكرا لكم كمان على الاستضافة. شكرا لك أستاذة وفاء، صراحة هي مداخلة أكثر عن جميلة، وشكرا لك. الله يخليك. وشكر موصول لكم أيضا للجميع، الجهود اللي كانت في بكم نفتخر، والجهود الأخرى طبعا في كل ما يمس خدمات هيئة الصحة في دبي. جميل. شكرا. وما بدي أنسى إني أنا أشكر طبعا أكيد سمو الشيخ حمدان الله يحفظه، ومعالي حميد القطامي، لأنه لولا دعمهم إحنا ما قدرنا نطلع على المنصة بصراحة. أكيد. شكرا لك يا دكتورة وفاء عايش، كانت معنا عبر الهاتف. الحين نرجع يعني قبل أن نطلع على بعض المواضيع، كان ودي نتكلم على بعض الأمور الخاصة ب يعني تحفيز الموظف وإيجاد بيئة جميلة لإسعاد الموظفين. فهني أبغي أتطرق قبل هذا على بكم نفتخر. أنت ذكرت أن
تم التقييم على أسس برنامج الجيل الرابع ووضع يعني مؤشرات قياس لهؤلاء الموظفين. الآن الأعوام القادمة إن شاء الله بتكون هناك خطط وبرامج يعني تم وضعها. اللي عارف أن عندكم خطة سنوية أو خطة صحيح للتواصل مع الهدف. فخلينا نتعرف على بعض الخطط اختيامنا اللي حاطينها والبرامج اللي حاطينها لإسعاد الموظفين. احنا يمكن شهر اللي فات طبعا معاكم اطلقنا برنامج سيروتونين السعادة للموظفين. هو ميثاق السعادة لموظفي هيئة الصحة بدبي. يشمل هالبرنامج العديد من المبادرات. طبعا احنا اطلقناها على اطار زمني حددناها على 3 مراحل. اول وحده نبضات السعاده اللي هي الاطار الزمني مالها من شهر لين 6 شهور، ومن بعدها اللي هي موجات السعاده اللي هي تاخذ المدى الزمني من 6 شهور لين سنه، وما زاد عن سنه احنا نطمح ونامل ان احنا نوصل لبيئه عمل سعيده وايجابيه ان شاء الله. بنطلق إن شاء الله خلال هذا الشهر والشهر الجاي، يعني الربع الأول من العام. ما بأتكلم عن مبادرات الحين، بنطلقها في وقتها. بتكون بعض البرامج اللي هي مضمنها سيروتونين السعادة، تعزز من بيئة العمل الإيجابية وتتوافق مع عامل خير. إحنا في عامل خير، فبتكون بعض المبادرات خاصة بعامل خير إن شاء الله. جميل. يقول يسعد صباحكم، أغتنم فرصة البرنامج وأتقدم لكم بجزيل الشكر والعرفان على هذا الطاقم المتميز. أنا من متابعين البرنامج بس غبت فترة ورجعت، جد الله يوفقكم. هذه كانت واحدة من الرسائل. وأيضا في رسالة يعني أنا ما هي الرسالة ما أحب أقراها وايد، جزاكم الله خير شكرا على هذه المشاعر، لكن يعني تعرفين الواحد يوم يقرأ رسالة كذا وفيها مدح حق شخص يحس شيء إنه ما له داعي يعني. بس عموما يقول لك مشكورة دكتورة على تكريم على تكريم اللي صار على الهواء. استاهل. عموما أيضا نتكلم، كانت الدكتورة ندى تحدثت عن نقطة مهمة جدا اللي هي مسألة أني أنا أكون متميز. وقت التكريم أو التقييم هنالك الكثير من الأشخاص اللي عندهم يعني ليش أنا ما كرموني، ليش كرمتوا فلان، ليش كذا. طيب نرجع حق موضوعك كامل طول السنة، أنت شو سويت عشان تتكرم؟ صحيح. زين، فهذه هذه 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 جهه. الجهه الاخرى واحد يقول لك لا هذا يكرف طول السنه وسوى كذا ومع ذلك ما تكرم. صحيح. طيب هذا ليش ما تكرم بعد كذلك؟ اكيد في اسباب معينه. قبل تجاوبي على هذا السؤال ناخذ مداخله. يلا، تعرفي منو ويانا؟ منو؟ احمد النعيمي. واو. احمد النعيمي مدير اداره الماليه عندنا، كان واحد من المكرمين بعد البارحه. صحيح. وعضو وعضو معنا في لجنه التكريم بعد، عضو معاكم. انتوا جالسين تكرمون بعض ولا شو؟ شفت عادي. احمد النعيمي كيف حالك؟ السلام عليكم. السلام ورحمه السلام. الله وبركاته. كيف حالك استاذ محمود؟ الله يسلمك. عاد انا معي في الاستوديو الدكتوره ندى. مرحبتين. هلا، حياك الله. الله يسلمكم. تفضل يا سيدي، تفضل. بس حبيت أعقب على الكلام اللي قاله محمود، كرمون بعض بس عشان أقول لك الوضع. لا بس عشان أقول الحيادية يعني. إحنا في الإدارة المتميزة شكلنا فريق وزعلوا اللي كانوا ويانا في الأعضاء، فشكلنا لجنة حيادية خارج نطاق اللي كانوا مرشحين. ممتاز. فأحمد ما دخل في تقييم لا إدارته ولا إدارات الثانية، فهو كان من المكرمين بشكل حيادي يعني على آخر. ممتاز. ومبروك. مبروك أحمد. مبروك يا أحمد النعيمي. الله يبارك فيكم، عقبال الكل إن شاء الله. طيب خبرني. أنا في البداية بس حبيت أني أشكركم على الاستضافة، ويمكن أنا بتكلم عن تجربتنا إحنا في الإدارة المالية بالنسبة لإجازة بكم نفتخر. طبعا إحنا تجارب الإبداع والتميز أعتقد هي من الاستراتيجيات حكومتنا الرشيدة، وتعتبر معيار من معايير رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وبصراحة تشجيع الشيخ حمدان بن راشد رئيس الهيئة ومعالي حميد القطامي على تحفيز الموظفين للتميز عن طريق مثل هذه المبادرات، أعتقد أنه هي الدافع وراء اجتهاد الكل. صحيح. والكل سعى من بداية إعلان الجائزة نحو الفوز فيها. أنا إذا بتكلم عن تجربتنا إحنا الشخصية، أعتقد من تاريخ أنه تم إعلان أن في مبادرة تسمى بكم نفتخر، كانت في رغبة كبيرة من الموظفين للعمل الجاد عن الفوز بالجائزة. أنا حسيت بهالشيء.
والحمد لله اجتهد الجميع والتوفيق طبعا أولا من رب العالمين وبالإضافة إلى جهود الموظفين في الإدارة كلها بلا استثناء. بس البارحة فعلا أن عقب ما تم الإعلان للموظفين إدارتنا هي الإدارة الفائزة شعور يمكن الشعور هذا ما مروا فيه من قبل. أحمد خلني أقاطعك أنا في هذا الموضوع لأن يعني حتى تو وصلت لنا الرسالة يمكن ثلاث أربع مرات تقول نفتخر بكم. هي مبادرة أطلقتها هيئة الصحة للموظفين المتميزين بالهيئة، فنحن من إدارة الشؤون المالية نفتخر بهم كما نفتخر بمدير إدارة الشؤون المالية السيد أحمد النعيمي لحصول إدارة الشؤون المالية على الإدارة المتميزة، ونقول له نفتخر بك من موظفين إدارة الشؤون المالية. هذه الشباب عندك مطرشين هذا جميل المسج. جميل جميل وايد حلو. تستاهل عبد الله. أعتقد أن جهود موظفين الإدارة كلهم هي اللي تخلي الإدارة تتميز. صحيح. وأنا مثل ما قلت لكم هي مجرد إحساسهم البارحة أن مجرد أن طلعوا وسلموا على سيدي صاحب السمو الشيخ حمدان بن راشد ومعالي حميد القطامي، هاي روحها كانت يعني إحساس أنا ما حسيت بالموظفين من قبل الصراحة. فالبارحة كان فعلا شعور جميل للكل، كانت فرحة جميلة للكل. وطبعا مثل ما احنا كلنا عارفين ان كل مجتهد يقدر يوصل للقمة، بس هي السؤال الاصعب هل تقدر تستمر فيها ولا لا. نشوف السنة الجايه يا احمد. هي ان شاء الله هذا بيتطلب منهم جهد اكبر ان شاء الله. جزاك الله خير. شكرا للاستاذ احمد العلي. بس انا بغيت اقول كلمه اخيره. تفضل يا سيدي. فعلا انا اتقدم شكر خاص للاستاذه امنه السويدي مديره اداره الموارد البشريه عندنا وطاقم عمل فريق بكم، نفتخر على المبادرة اللي فعلا كانت متميزة من سنتها الأولى، وفعلا هي دافع حتى للي ما شاركوا هاي السنة أن يشاركون بالسنوات اللاحقة بإذن رب العالمين إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. شكرا. حياكم الله. شكرا لك أستاذ أحمد النعيم مدير إدارة المالية في هيئة الصحة بدبي. أيضا اسمحوا لي بس ما شاء الله الموظفين عند أحمد ترسولي الصفحة كلها بنفس المسج. وصل المسج يا جماعة وصل. عموما يعني في مسج طويل أنا بحاول أختصره قدر الأمكان. دولة الإمارات هي دائما أولى الدول في التقدم والتميز بين كافة الدول العربية، وأتمنى أن يصل اقتراحي لكافة الهيئات التي تبحث عن رفع مستوى دولتنا دولة الإمارات، وذلك على أن يكون هناك ما يسمى بالتجربة الإماراتية، كما يوجد هناك تجارب بالعديد من الدول خاصة بالتميز العالمي، على أن تكون هذه التجربة تحكي عن رحلة التميز والسعادة في الدولة ويمكن بثها للدول الأخرى والاستفادة منها. طبعا هذه من دكتورة سلام العيسى مستشارة وخبيرة موارد بشرية، وتقول عندها برنامج في هذا الموضوع انه ممكن تقدمه كذلك، ليش لا؟ بنحاول عليك يمكن تستفيدوا منه. ممكن اعقب بس على المسج الرائع اللي وصل، انا صراحه مع الاخت اللي طرشت المسج، انا خريجه قياده حكومه من قيادات حكومه الامارات، رحنا زيارات مقارنات معياريه لعدد من الدول المتقدمه. اللي لاحظنا هناك صراحة التميز الوظيفي خصوصا في الجهات الحكومية بالطريقة اللي احنا ماشيين فيها في دولة الإمارات ما في مثلها صراحة. يعني رحنا زيارة لأمريكا، رحنا زيارة للدنمارك، رحنا زيارة لأماكن ثانية، بس يعني ما في المنهج اللي احنا ماشيين فيه في الدوائر الحكومية سواء اتحادية أو محلية. ما شاء الله علينا يعني سباقين، شيوخنا الله يحفظهم سباقين دائما في التميز ودعم المتميزين في الدولة. طيب الحين ما أدري دكتورة ندى إذا تسمحي لي ممكن أنا أتكلم عن موضوع شو الأشياء اللي ممكن تخلي الموظف مرتاح ومتميز. الفلوس؟ ها تسوي لي شيء دكتورة الفلوس؟ لا واحدة من الأسباب، أحد الأسباب. يمكن تناقشنا فيها قبل هاي محمود. إحنا يمكن طرحنا الفكرة شو اللي يخلي الموظف سعيد؟ تكلمنا مع عدد شريحة كبيرة من الموظفين. كل موظف يمكن شكلنا فريق داخلي في إدارة الموارد البشرية، وكل حد تكلم مع زملائه. أنا يمكن نشرتها في وسائل التواصل الاجتماعي لعدد كبير من الموظفين سواء في هيئة الصحة في دبي أو خارجها. كل شخص ينظر للسعادة بمنظور مختلف عن الآخر. أكيد. في أشخاص السعادة عندهم مقرونة بالمال. في أشخاص السعادة مقرونة عندهم بالتقدير.
في أشخاص تطوير مهني، احترام، صحيح، كل واحد عنده قيم تحفز السعادة لديه. حد عنده بس مديرة، إذا كان مدير يقدرني ويحترمني وهذا أنا خلاص أنا سعيد. بيئة العمل طبعا تحكم المكان اللي هو يشتغل فيه مع زملاء أو مع مسؤولة. فعشان شي إحنا البرنامج اللي أطلقناه سيروتونين السعادة يحتوي على العديد من المعايير، منها معايير للتكريم والتحفيز طبعا مقرونة، بعض الفئات بتكون مقرونة يعني مقرون مادي، مثل بكم نفتخر أغلب الجوائز فيها يعني مكافآت مالية. مخبر سار البارحة الجروب، عندنا جروب خاص للهيئة فيه تقريبا عدد كبير من الموظفين، فواحد من الشباب فايز فقالوا له ها سمعنا فيه تكريم مادي كذا كذا المبلغ لازم تعزمنا على العشاء. قال لهم إن شاء الله فاكم طيب. راحت البيزة. وواحد قال شوف كتب له شيء بالحار، كتب له قال اسمع ترى أنا عيني حارة كيفك يعني، والله ما كمل إلا 10 دقائق قاعد أطرش مس أذكر والله يا جماعة الخير أنا سويت حادث، سوى حادث فقير مسكين صكوا بعين مسكبة ما بعينه حبي يسأل عليك محمود. قلت له يعني يا جماعة الخير ترى العين حق إيه مو بتي وهاي موثقة عيال عطني اسمع عشان اسحب المكافأة المالية أنا. ليش تسويه عشان العين اخاف عليها ترى بيسحبون عنا فلا تحسدون خلاص راحت البيزة. تفضل تفضل استاذ سامحين عن المقاطعة. اليوم خميس فنحب نسوي سؤال في يوم الخميس اكيد لا بالعكس مداخلاتكم وايد رائعة. فعشان تي مثل ما قلت لك فيه كانت وايد من المبادرات. بعد احنا عندنا ترابط الاجتماعي داخل الهيئة وايد، عندنا مهمة ان احنا نخليهم يشتغلون كعائلة واحدة. بتشوفون بعد ان شاء الله المبادرات اللي بنطلقها قريبا تعزز من اواصر الترابط الاجتماعي ما بين الموظفين. جميل. ايضا في جانب من التكريم كان خاص بالتحصيل العلمي. صحيح. هذا ما تكلمنا عنه. التحصيل العلمي احنا طبعا الهيئة تدعم يعني شان حكومة دبي عملية التحصيل العلمي. صحيح. اكيد اكيد وايد ناس كرموا بهالفئة، هاي الفئة هي خاصة بالمواطنين الحاصلين على شهادات عليا سواء ماجستير او ما يعادلها والدكتوراه وما يعادلها. جميل. خذنا بعد طبعا احنا النتائج بخصوص هاي السنة، التكريم كان اشمل من سنة 2010 لين 2016. جميل. فكان العدد كبير لو لاحظتوهم 117 واحد. صح. ما شاء الله. صح. وكرمهم كان سمو الشيخ حمدان كان حريص شخصيا ان يكرمهم. جميل. جميل. انا عندي اقل من دقيقة استاذه امنه كلمة اخيرة تبغين توجهينا، الحلقة ما شاء الله مشت بسرعة اليوم ما لحقنا نتكلم عن وايد مواضيع. انا يمكن الفرحة اللي شفتها في الموظفين البارحة حتى اللي كانوا مشاركين ما كانوا فايزين كانوا وايد مستانسين من الحفل، حابة أدعي كل الموظفين أنهم يشوفون المعايير، لأن صراحة يمكن بحكم طبيعة عملنا في الهيئة أغلبهم دكاترة وأطباء أو طب مساند أو تمريض عملهم ميداني، فما يعني يمديهم الوقت أنهم يشوفون الإعلانات اللي تطلع من خلال. صحيح. إدارة الموارد البشرية. أدعوهم كلهم أن يشوفون الموقع الداخلي للهيئة، يشوفون المعايير ويحاولون يعني يرشحون على هاي السنة إن شاء الله، متأملين أن يكون الترشيح أكثر إن شاء الله. أكيد. إن شاء الله تعالى وكشاكرين لكم محمود نترشح إن شاء الله. إن شاء الله تستاهل. هالسنة نسينا نترشح والله أنا مرشح من أسبوع أعطيتيني أدوية اللي ما سووا فيني شيء. أوكي ما تغير صوته من قبل أسبوع. سالفيات دكتورة. عموما وصلنا لختام حلقتنا اليوم. في الختام أنا ما أملك إلا نتوجه بالشكر الجزيل لإدارة الموارد البشرية على الحفل اللي قاموا البارحة، شكرا لكم. ونحن مثل ما أنتوا بكم نفتخر، نحن أيضا نفتخر بكم. صحيح. شكرا. وشكرا لك دكتورة ندى. شكرا لك يا محمود، دائما ما تعطينا الإضافة الجميلة في هذا البرنامج. شكرا. وتمنى لك خميس ونيس إن شاء الله الجميع. إن شاء الله خميسك ونيس. خميسك ونيس قولي 10 مرات أربعة. بس انت تقول حق مستمعين نتمنى لكم الصحة والسلامة في اليومين، قودوا بحذر وتدفعوا عدل. دفعوا عدل وقودوا بحذر ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.